الغزر هم أكثر شعب انتشارا على الأرض، لا أصل لهم سوى عاداتهم وتقاليدهم. الغزر ليسوا أقلية أو طائفة ولا أتباع ديانة منسية، بل هم شعب يقال إن هجرتهم الأولى انطلقت من الهند، ثم انشطروا إلى جماعات اتخذوا من الترحال مصيرا لهم، وانتشروا في كل أصقاع الأرض مؤمنين أن كل الأرض هي وطنهم. تختلف الآراء بشأن تاريخ هجرة الغزر وأصلهم، إلى أن بعض المؤرخين أوضحوا أن هذا الشعب هاجر من مناطق الهند وإيران وجنوب آسيا في القرن الرابع الميلادي، ووصلوا إلى مناطق المجر وصربيا ودول البلقان الأخرى في أواسط القرن الخامس، ثم بعد ذلك انتشروا في بولندا وروسيا، وفي القرن السادس عشر الميلادي وصلوا إلى السويد وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وبعض الدول الأمريكية مثل فنزويلا والأرجنتين. ينقسم الغزر إلى مجموعات، أهمها الروما والكالو ودومر، وكل مجموعة بدورها تنقسم إلى مجموعات أصغر. يقدر العدد الكلي للغزر بحوالي 10 ملايين شخص. تعداد غزر الروما الكلي 7,590,000، نصفهم في أوروبا الشرقية، منهم 90.4% مسيحيون و 4.4% مسلمون و 5.1% بلادين، وينقسمون إلى عدة مجموعات أهمها. الفلاكس تعدادهم 1,015,000، وهم منتشرون في أنحاء العالم بشكل واسع، يرتكزون في رومانيا والبرازيل والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة الأمريكية. لغتهم الأساسية هي الرومانية بلهجتهم الفلاكسية، وديانتهم الأساسية هي المسيحية. البلقان الروم تعدادهم 1,368,000، وهم منتشرون في أوروبا بشكل واسع، ويتركزون في أوكرانيا وصربيا وبلغاريا. لغتهم الأساسية هي الرومانية باللهجة البلقانية عموما ما عدا صربيا، فلهم لهجة خاصة. في أوكرانيا لهم ديانة خاصة، وفي بقية الدول أكثر مسيحية ما عدا في تركيا ومقدونيا وإيران والبوسنة والهرسك ورومانيا وأفغانستان والجزائر الأكثرية مسلمة. في بلغاريا يسمون بغزر الزرغر، 65% منهم مسيحيون بأغلبية أرثوذكسية و 25% مسلمون و 10% بلادين. غزر الكالو تعدادهم 995,000، يتركزون وسط وجنوب إسبانيا وجزر الكناري والبرازيل، يتحدثون بشكل أساسي لغة المنطقة التي يعيشون فيها، وبشكل ثانوي لغة الكالو. في إسبانيا معظمهم بروتستانت، وفي البرازيل معظمهم رومان كاثوليك. رومان الكاربات تعدادهم 453,000، ويتركزون في التشيك وسلوفاكيا. لغتهم الأساسية هي الرومانية بلهجتهم الكارباتية، وديانتهم الأساسية هي المسيحية. مجموعة غزرية غير معروفة الاسم في البرازيل ولا تنتمي إلى فلاكس أو الكالو، تعدادهم 402,000، يتحدثون البرتغالية ومعظمهم روم كاثوليك. مجموعة غزرية غير معروفة الاسم في بلغاريا، تعدادهم 246,000، وعلى عكس الزرغار لا يتحدثون اللغة الرومانية البلقانية بل اللغة البلغارية. 51% منهم مسيحيون بأغلبية أرثوذكسية و 45% منهم مسلمون و 2% ديانة خاصة و 2% بلادين. الدومر تعدادهم الكلي 1,563,000، يعيش معظمهم في سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران والهند وتركيا وأفغانستان القوقاز وروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا. الأغلبية الساحقة من مسلمي السنة هناك حوالي 800 مسيحي من غزر الأردن والأراضي الفلسطينية، وينقسمون لعدة مجموعات: الحلب والنور والغربي واللولي والزط والمهتار والكراتشي والبورك والتشوريوالي والبراكي والمزنوق. من معتقدات الغزر أن الإنسان خلق من أصول ثلاثة، وأن أجداد البشرية ثلاثة رجال، أحدهم أسود وهو جد الأفارقة، والآخر أبيض وهو جد الأوروبيين وأمثالهم من البيض، والأخير هو جد الغزر، وأن هذا الجد يسمى كين. وقد قتل كين شقيقة وعوقب من الله بأن جعله هائما في الأرض هو وذريته من بعده. هناك رواية أخرى تقول إن سبب الشتات في الأرض والتنقل هو أن الجد الغزري قد أسرف في الخمر والثمن ولم يستطع الدفاع عن المسيح. ورواية أخرى تقول إن الجد الغزري قد صنع المسمار في الصليب الذي أراد أعداء المسيح صلبه عليه.
كل هذه الأشياء تعطي الانطباع بأن الغزر دائما يقفون في صف مناقض للمسيحيين. وقد تبدو هذه المواقف أحد مبررات الكراهية ضد الغزر من قبل الأوروبيين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.